السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع درس حروف المعاني، ونتناول اليوم الحروف الرباعية، أي التي تتكون من 4 أحرف، والخماسية التي تتكون من 5 أحرف. هذا يعني يكون نهاية هذا الدرس. الرباعية التي تتكون من 4 أحرف هي 15 نوعا. أول حرف من الحروف الرباعية إذ ما، وهي طبعا كما تعلمون إذ ما للشرط. مثال: إذ ما تثق، أو إذا ما تتقي ترتقي. وعندي ألا للتحضيض، ألا راعيتم حق الأخوة، ألا راعيتم حق الأخوة، تحضيض أو زي ما أقوله التخصيص، معلش آسف، للتخصيص. عندي إلا للاستثناء، لكل داء دواء إلا الموت. أما للشرط والتفصيل، مثال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. عندي إما للتفصيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هنا تفصيل. عندي حاشا للاستثناء، نحو: أقدموا على البهتان حاشا واحد، إلا واحد يعني، حتى تقع حرف جر وعطف وحرف نصب وحرف ابتداء، يعني لها معاني كثيرة جدا. فنقول مثلا: حتى مطلع الفجر، هنا حرف جر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هنا طبعا نصب يتبين، ويفيد الغاية قدم الحاج حتى المشاة، وحرف ابتداء نحو: فوا عجبا. يبقى هنا ده بالنسبة لحتى، طبعا حتى لها باب كبير جدا. عندي بعد كده كأن حرف للتشبيه والظن، مثل كأن لفظه الضر المنثور، كأنه ظفر ببغيته، وقد تخفف نحو كأن لم تغن بالأمس، يعني النون قد تخفف. عندي بعد كده كلا. كلا حرف للردع والزجر، كلا إنها كلمة هو قائلها، وخط جيل للتنبيه والاستفتاح، نحو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عندي لكن للعطف والاستدراك، نحو ما قام زيد لكن عمرو، وهنا طبعا لابد أن تسبق بنفي إذا جاءت حرف عطف. لعل للترجي والتوقع، لعل الجو يعتدل. ده بالنسبة لعل. نأخذ بعد كده لما، هي بتأتي لنفي المضارع وجزمه وقلبه للماضي. مثال: أشوقا ولما يمضي غير ليلة، وتجيء للشرط نحو ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، ويقال لها حينئذ حرف وجود لوجود، والأشهر إنها ظرف بمعنى حين. عندي لولا للتحضيض وللشرط، نحو لولا تستغفرون الله، تحضيض هنا، طبعا نحتاج استغفار الله، عندنا أمراض كتير جدا نحتاج طبعا للاستغفار. وعندي ممكن تستخدم الشرط: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ويقال لها حينئذ حرف امتناع الوجود، انتفاء الجواب لوجود الشرط. عندي لوما تستخدم أيضا مثل لولا، حرف تحضيض وحرف شرط. عندي بعد كده هلا للتحضيض، أو هلا للتحضيض، هلا ترسل إلي صديقك. ده بالنسبة إلى حروف النوع الرابع اللي هو بيتكون من 4 أحرف. نأتي على النوع الخامس، وهو حرف واحد لكن لام وكاف ونون، هذه 3، وطبعا لام والألف، لا لام ألف وكاف ونون وشدة، ودي تستخدم للاستدراك. نقول: فلان عالم لكنه جبان. هذا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وكون قد هذه يعني قد انتهينا من تفسير وتحميل كل الفيديوهات التي تخص
حروف المعاني الأحادية، وقلنا 13، والثنائية 26، والثلاثية 25، والرباعية 15، والخماسية حرف واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.